هل سيسلم المجلس لانتقال السلاح الثقيل؟ وماذا عن آلاف القطع المتوسطة والثقيلة التي هربت إلى معسكرات المتمردين في الضالع وأبين ويافع؟ إلى من سيتم تسليمه ما تم جمعه من ذلك السلاح؟ وما الهدف من إعادة قوات الجيش الوطني إلى حيث كانت قبل أغسطس الماضي؟ أهلا بكم. بدأت اللجنة العسكرية السعودية المتواجدة في عدن للإشراف على تنفيذ اتفاق الرياض بجمع وجرد السلاح الثقيل. وبالتزامن بدأت قطع من القوات الجيش الوطني في المنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة الانسحاب إلى عتق مركز محافظة شبوة. الأمر الذي يفتح التساؤل عمن سيملأ الفراغ الذي تتركه قوات الدولة. وما الذي يعنيه هذا الانسحاب؟ هناك من يرى في هذه الإجراءات مرحلة جديدة لشرعنة التمرد المدعوم من الإمارات وتكريس نديته للشرعية، وثمة من يراها خطوات مطلوبة لتنظيم عودة الدولة شيئا فشيئا إلى حيث يجب أن تكون في عدن وأبين والضالع. ثمة تساؤلات تتصل بما سيكون عليه الوضع في العاصمة عدن بعد مرحلة استكمال جرد وجمع السلاح الثقيل، خصوصا مسألة عودة الحكومة بنفوذها وبكامل طواقمها، الأمر الذي سيشكل مؤشرا على إمكانية نجاح تنفيذ مصفوفة اتفاق الرياض، وبالتالي تطبيع الأوضاع بما يعزز وجود الدولة فعلا. هذه التساؤلات غيرها سنناقشها مع ضيوفي في هذه الحلقة بعد متابعة هذا التقرير. في إطار مساعي تنفيذ اتفاق الرياض، بدأت لجنة سعودية بعملية حصر الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في ثلاثة معسكرات تابعة للمجلس الانتقالي في عدن. لكن هل يزال السلاح في عدن؟ تضارب أقوال رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي يشير إلى أن للقصة بعداً آخر. في لقاء مع صحيفة مصرية قبل أيام، أجاب الزبيدي على سؤال يتعلق ببند سحب السلاح الثقيل، مؤكداً أنه لا يوجد سلاح ثقيل بحوزة القوات التابعة للانتقالي عدا ذلك المتوفر في الجبهات ضد الحوثي بالضالع والساحل الغربي، لكنه حديث تخالفه الكثير من الشواهد وتصريحات سابقة لعيدروس نفسه. عقب إسقاط عدن وخروج القوات الحكومية منها، تحدث الزبيدي عن اغتنام قواته لأسلحة تكفي 12 شهراً من الحرب حسب قوله. ذكر كمية الأسلحة والذخائر التي تم العثور عليها مخزنة في معسكرات ألوية الحماية الرئاسية والتي تكفي لقتال عدو الحوثي الإيراني في كل جبهات القتال دون دعم من التحالف العربي لمدة لا تقل عن 12 شهرا كاملة. هذا غير ما تقوله الصورة هنا. هنا رتل عسكري من المدرعات والأسلحة الثقيلة التي تم استدعاؤها بأمر من أبو ظبي عقب أحداث عدن. نحن نازلين من جبهة الساحل الغربي تبع ندعم اخواننا في المجلس الانتقالي، ونحن اليوم متجهين الويه الدعم والاسناد والويه العمالقه متوجهين لعدن، ونحن جنبا الى جنب جنب اخواننا في المجلس الانتقالي. لحظتها ظهر هاني بن بريك في شوارع عدن على ظهر احدى المدرعات منتشيا بنصر خاضته الامارات نيابه عنه. تقول مصادر متعددة إن أغلب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي سيطر عليها الانتقالي لم تعد موجودة في عدن، حيث تم نقلها إلى الضالع ومناطق خارج المدينة لتظل بمنأى عن يد اللجنة. يبدو أن الانتقالي لا يزال يستعد لمعركة قادمة، ولا تزال في جعبة أبو ظبي الكثير من الفوضى عبر أدواتها. كعادة كل ميليشيا، يدرك المجلس الانتقالي ما يريده، غير أن المثير هو موقف الشرعية الذي أصبح مجرد استجابات راضخة لتوجيهات الرياض وسفيرها. أعادت الحكومة انتشار قواتها أو سحبها من مواقعها ومعسكراتها في المنطقتين العسكريتين الثالثة والسابعة صوب مديرية بيحان بشبوة ومحافظة مأرب، وهو ما يؤكد أن عدن لن تكون محكومة إلا بدويلة شكلية. وعلى نحو أدق، فإن عدن ستكون تحت سيطرة القوات السعودية، وأن الشرعية بوهنها وارتخاء قبضتها باتت لا تمثل سوى أحد أطراف نزاع غير قابل للحل في عدن وصنعاء على السواء. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي، وسينضم معه آخرون
عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك يا أخت مايسة. أخت آسيا. آسيا. أستاذ ياسين، كيف تتابع خطوات جرد وجمع السلاح الثقيل في العاصمة عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدي قناة بلقيس. طبعا هذه خطوة إلى الآن لا نستطيع التأكد ما من أنها فعلا تمضي قدما، وأن اللجنة السعودية العسكرية التي وصلت إلى عدن والتقت بضباط من القوات الحكومية وآخرين من المجلس الانتقالي، لا نستطيع أن نتأكد من أنها فعلا قد باشرت في جمع الأسلحة في عدن. حتى هذه اللحظة يبدو أن الأمر يدخل في إطار التسويق الدعائي لكي يثبت الجانب السعودي بأنه فعلا بدأ بتطبيق المرحلة الثانية أو ما تسمى المرحلة الثانية من اتفاق الرياض. ولا أدري لماذا سميت المرحلة الثانية، لأنه لم يكن هناك مرحلة أولى أصلا، لأن الاتفاق عندما تم التوقيع عليه لم ينفذ سوى بند واحد وهو عودة رئيس الوزراء. بقية البنود طبعا لم تنفذ مطلقا خلال الشهرين الماضيين، إلى درجة أن المبعوث الأممي عبر عن قلقه من إمكانية فشل اتفاق الرياض. نحن أمام اتفاق متعثر. في الفترة الأخيرة لجأت المملكة العربية السعودية إلى شخصيات سياسية يمنية بارزة، هم مستشاري الرئيس هادي، ثلاثة برئاسة أحمد عبيد بن دغر. الدكتور أحمد عبيد بن دغر قاد الفريق الحكومي في مقابل فريق آخر يمثل المجلس الانتقالي، فتوصلوا إلى ما يسمى المحضر، محضر مصفوفة الانتشار المتبادل. الآن ما يدور هو محاولة إظهار أن هذا الاتفاق الجديد يجري تنفيذه، لكن أنا أعتقد أن الهدف السياسي من وراء توقيع على محضر اتفاق، مع أن اتفاق الرياض كان واضحا للغاية، يعني لم يكن يحتاج إلى تفسير، يعني نعم لم يكن يحتاج إلى محضر اتفاق، إلى هذا التوضيح أو المحضر. لم يكن بحاجة إلى توضيح. إذن الهدف من هذا المحضر ليس التسريع في تنفيذ الشق العسكري والسياسي من اتفاق الرياض، وإنما الهدف هو يعني إسقاط اتفاق الرياض كمرجعية أساسية، وبالتالي أو تفكيك إعادة تفكيك اتفاق الرياض إلى مرحلة أولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة، وبالتالي يحدث هذا التوهان الذي يعاني منه المتفاوضون في أي أزمة وفي مسار أي أزمة تحدث سواء في اليمن أو في خارج اليمن. لم يعد يدري المراقب إلى أي مرجعية يعود، هل إلى اتفاق الرياض أم إلى مرحلته الثانية أم إلى المحضر المصفوفات إلى آخره إلى آخره. إذن نعم، إذا ما كانت هذه الخطوة بدأت فعليا وكان هناك حقيقة جرد لهذا السلاح، هل تجد أنها تمثل شيئا مهما في سياق تنفيذ اتفاق الرياض؟ بالتأكيد طبعا، إذا هذا الأمر إذا مضى قدما، أنا أعتقد أنه مفيد جدا، وبإمكانه أن يعطي انطباعا أو بعدا جديا للجهود المبذولة باتجاه تنفيذ اتفاق الرياض. يعني عملية كهذه أعتقد أنها ليست من السهولة بمكان، ولهذا ما نراها اليوم خطاب عيدروس الزبيدي والتصريحات التي أطلقها عيدروس الزبيدي هي تأتي في إطار المناورة السياسية التي تهدف إلى الالتفاف على الالتزامات التي أبدها المجلس الانتقالي تجاه اتفاق الرياض، على الرغم مما جاء في كلمة عيدروس الزبيدي الذي قال أنه هو يتهم في نهاية المطاف يتهم الجانب الحكومي أنه هو الذي لا ينفذ اتفاق الرياض وأن المجلس مستعد للمضي في تنفيذ هذا الاتفاق جنبا إلى جنب مع السعودية. طبعا هو يناور لكن لا توجد جدية في تنفيذ اتفاق الرياض. اتفاق الرياض لو نفذ بحذافيره، الهدف السياسي الذي حققه المجلس الانتقالي هو أنه أصبح شريكا سياسيا مثله مثل الحوثيين، طرف متمرد أصبح يعني شريك سياسي في تقرير مصير المرحلة المقبلة. لكن إلى أي مدى، ما هو حجم الإسهام الذي يمكن أن يحققه هذا المجلس في تقرير مصير اليمن خلال المرحلة المقبلة؟ هذا الأمر يحدده طبعا إلى أي مدى يمكن للحكومة أن تتنازل إلى حد كبير. لكن يعني عمليا تنازلت الحكومة وأصبحت يعني بموقف الند. نعم نعم، هو المكسب السياسي هذا أحرزه المجلس الانتقالي. طبعا هذا على حساب سيادة الدولة، على حساب سيادة السلطة الشرعية. كان يمكن للسلطة الشرعية أن تبقي الأمور على ما هي عليه وتتولى استعادة عدن وبقية المناطق التي احتلها المجلس الانتقالي وميليشياته المتمردة في أي وقت كيف لاحق. يمكن هذا دون العودة للسعودية، وتعلم تماما أن أي تحرك لا يكون إلا
بموافقة السعودية؟ الآن السعودية محشورة في زاوية ضيقة، لكن السعودية في ظل السياسة أو في ظل المنهجية الجديدة التي تتبناها لم تعد تكترث حتى بالانتقادات، حتى بتقييم شعبها، مجتمعها، محيطها الإقليمي بهذه السياسات الكارثية. يعني المملكة العربية السعودية تدخلت عسكريا في اليمن بهدف إعادة السلطة الشرعية، بهدف إنهاء الانقلاب. الذي يحدث أن السعودية اليوم إن لم تكن شريكة ميدانية مباشرة في عملية تثبيت انقلاب آخر إلى جانب الانقلاب الحوثي، إن لم تكن شريكة في إصرار الحوثيين إلى صنعاء، وهذا أمر مفروغ منه، هي والإمارات، فإن لم تكن يعني شريكة مباشرة فهي شريكة، فهي على الأقل تغض الطرف عن الممارسات الإماراتية التي ثبتت انقلابا ثانيا على السلطة الشرعية. وبالتالي فإن تدخلها العسكري اليوم لم يعد مشروعا في ظل النتائج السلبية الكارثية التي يحرزها هذا التدخل العسكري اليوم. السلطة الشرعية لم تعد موجودة على أرض الواقع في اليمن. الإعلام الإماراتي يصفها بأنها حكومة المنفى، والإعلام والإمارات هي التي منعت الرئيس من العودة. رئيس يبدو أنه استحب البقاء في الرياض، ولا ندري إلى أي مدى يمكن أن يعني أن نتحقق من سلامة نوايا الرئيس عبد الرب منصور هادي نفسه. هل هو فعلا مع الحكومة اليمنية؟ هل هو مع الدولة اليمنية؟ هل هو مع الوحدة اليمنية؟ هل يمالئ المخطط السعودي الإماراتي الذي سينتهي إلى تفكيك اليمن وتشطيره وتمزيقه؟ هل لا زال يتمسك بالموقف الوطني الراسخ المتمثل في الحفاظ على الوحدة اليمنية؟ هذا الأمر لا نستطيع أن نتأكد منه إلى الآن، بسبب أن الرئيس اتخذ هذا الموقف السلبي وسكت في كثير من المحطات الاستثنائية التي مرت كان مرت بها الأزمة اليمنية خلال المرحلة. إذا اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية الصحفي صلاح السقلدي من عدن. مساء الخير أستاذ صلاح. مساء النور عليكم وعلى سائر المشاهدين جميعا. أهلا بك أستاذ صلاح. نود أن تحدثنا إلى أين وصلت عملية الجرد وجمع السلاح، وطبيعة ما تقوم به اللجنة السعودية، يعني هل بالإمكان أن توضح لنا ذلك؟ نعم، في البداية دعيني أعرج على ما ورد في تقريركم بخصوص السلاح الثقيل أو السلاح المتوسط الذي بحوزة المجلس الانتقالي، الذي أشرتم إلى أن المجلس الانتقالي قد بما معنى هو أنه قد اتجه بكثير من الأسلحة إلى الضالع ليواريها هناك وليخفيها دون أن يشير هذا التقرير على الإطلاق، أو حتى يلمح إلى أن هناك في الضالع معركة حامية ومعركة مستعرة منذ عدة شهور. فهذا السلاح الذي تجل الضالع هو لا يمكن أن نقبل بأنه ذهب ليتم مواراته وإخفاءه هناك في الضالع في وقت أن المعارك لا تزال مستمرة. لا أعلم لماذا يتم إغفال هذه النقطة الأساسية، وهي نقطة فعلا أساسية. لم نتحدث أستاذ صلاح، اسمح لي أوضح لك أن لم نأتي بهذا الكلام من عندنا، نحن نستقي هذه المعلومات من خلال المراقبين والمتابعين والأحداث، وأيضا ما يتم التصريح به. نعم، لكن التقرير لم يشير على الإطلاق بأن معركة الضالع مستعرة منذ فترة بخلاف الجبهات الأخرى، فكان حريا بهذا التقرير أن يشير بأن المعركة هناك، وبالتالي يعرف الجميع لماذا المجلس الانتقالي لا يمكن له أن يتخلى عن سلاحه الثقيل المتوسط في ظل معارك مستمرة وفي ظل وضع غير مستقر على الإطلاق، بعكس الطرف الآخر الذي يمتلك سلاح كثير متعدد ومختلف العيارات ويتجه باتجاه الجنوب، فيما يفترض أن معركته الأساسية هي باتجاه الشمال. لكن أيضا التقرير أورد صلاح، يعني التقرير أيضا أورد وعلى لسان جنودكم، أن هناك قوات هائلة عادت بعد إسقاط عدن، والجميع شاهد الأرتال العسكرية التي عادت. من ستحارب هناك؟ ما يدور اليوم في الجبهة هو خير دليل على أن المعركة هناك مستمرة وتحتاج إلى سلاح بمختلف العيارات ومختلف الأحجام، وبالتالي يفترض أن يكون الأمور واضحة ونسمي الأمور بمسمياتها. أما فيما يخص الخطوات التي اتخذتها اللجنة العسكرية السعودية في مأرب وفي في في أبين وفي عدن، فيبدو حتى الآن المؤشرات لا بأس فيها ومعقولة، مع أن أشك بأن هناك سيتم انسحاب جدي وانسحاب كامل من شبوة ومن أبين باتجاه مأرب، كما تشير بعض المصادر إلى أن هناك نوع من التماطل، نوع من الاحتيال، ونوع من عملية غربلة للمواقع وللأسلحة هناك وخصوصا في أبين.
فإذا استمر الوضع جميع الأطراف يعني كل طرف يتهم الآخر بعدم جديته بالانسحاب أستاذ صلاح، لكن يعني إذا كانت النوايا بهذا الشكل يعني كل طرف يجد أن أو يشكك بما سيقوم به الآخر، كيف يمكن أن تتم مثل هذه العمليات والخطوات القادمة، يعني الذهاب إلى خطوات قادمة عملية في الاتفاق؟ أعتقد أن الشهر ونصف كان كافياً للطرفين بأن يدركا بأن لا محالة ولا مجال إلا بتنفيذ الاتفاق، فكان خلال هذه الشهرين هي عملية جس نبض ومحاولة من كل طرف بأن ينفذ ما له ويتغاضى ويهمل ما على الطرف الآخر، وبالتالي وجد أن لا مناص من أن ينفذ هذا الاتفاق، وخصوصا بأن هناك أحداث جرت خلال الأسابيع الأخيرة في شبوة وأحداث في عدن، منها على سبيل المثال موضوع الرواتب وموضوع الحاويات في ميناء عدن. كل هذه الأحداث الأخيرة كانت عامل دفع للطرفين، بالإضافة إلى أن الموقف السعودي وجد نفسه بأنه يتجه نحو هو السحيق من الفشل ومن الهزيمة له في الجنوب، فضلا عما يعانيه هناك في الشمال، وبالتالي كان لابد أن ينتهز هذه الفرصة ويضغط على الطرفين بأن ينفذ ما عليهما من التزامات. ونأمل أن الخطوات التي شاهدنا باليومين الأخيرة بأن تكون بادرة وباكورة لما بعدها من خطوات وما في هذا الاتفاق من بنود. نعم، هل هي خطوات جدية أستاذ صلاح؟ يعني هناك من يرى بأنها يعني كما تفضلت ربما شعور السعودية بالعجز وبأنها تمضي نحو هو من الإخفاق في هذا الجانب جعلها ربما تظهر إعلاميا أن هناك خطوات يمكن القيام بها ومنها هذه العملية، عملية الجرد. نعم، بالرغم مما تبدو عليه المملكة السعودية في أنها تقف وحيدة وتواجه مصيرها لوحدها في الجنوب، إلا أنها لا تزال تمتلك هناك أوراق ضغط على الطرفين بأن يمضي قدما بتنفيذ هذا الاتفاق. وبالأخير كانت هذه الخطوات التي اتخذت هي كما قلنا بأنها مؤشر لا بأس فيه، عسى أنها تتبعها خطوات أخرى، وتحديدا أهم هذه الخطوات هي تشكيل حكومة وتعيين محافظين وتعيين مدير أمن لمحافظة عدن. خلافا ما دون ذلك فالأطراف جميعا تدخل في عملية احتراب، والبديل هو الضياع والتشظي، ولا أعتقد بأن هناك سيكون رابح ومنتصر بقدر ما سيكون الجميع هو الخاسر، سواء الشرعية التي يستحوذ عليها حزب الإصلاح أو الطرف الجنوبي الذي يقود المجلس الانتقالي الجنوبي. نعم، إذا ابقى معنا أستاذ صلاح، سأعود إليك بعد أن أشرك معنا الأستاذ ياسين. أستاذ ياسين، تحدث الأستاذ صلاح عن أوراق ضغط تمتلكها السعودية على الطرفين لتنفيذ هذا الاتفاق، إن كانت فعلا تملك هذه الأوراق فلما لم تستخدمها منذ البداية؟ يعني لما التأخير والخروج عن الآلية المزمنة للاتفاق؟ أولا اسمح لي أحيي الأخ صلاح الصقلبي على هذا التعاطي الإيجابي وعلى هذه الروح الإيجابية في تقديره للأمور. فعلا الأمور لا تتحمل يعني الآن هذا الصراع ونتائجه وتداعياته خلال المرحلة المقبلة. السعودية بالفعل هي تمتلك أوراق، والسعودية كان بإمكانها ألا يقع كل ما وقع خلال الفترة الماضية. هذه الحرب التي شهدتها عدن وشهدتها أبين وشهدتها شبوة ما كان يجب أن يقع، ما كان يجب أن تقع. أيضا هذا التسليح خارج إطار الدولة، وهذا التصرف والسلوك المتشنج خارج منطقة الدولة، وحتى محاولة رفع صوت الجنوبي الانفصالي في هذه المرحلة وفي هذا السياق التاريخي يدل على انتهازية غير مقبولة. يعني العالم كله واليمن كله منشغل بتحدي خطير وهو أن يفقد دولته، وبالتالي لا يمكن لليمن أن ينعم بأي جزء في اليمن، الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب، لا يمكن لأي جزء في اليمن أن ينعم بالاستقرار والهدوء
وبقية اليمن مشتعل. ما حدث هو أن هذه الجماعة التي أنشأتها الإمارات ودعمتها لكي تثبت أمراً واقعاً في جنوب البلاد وهو الانفصال، لا تفكر بمنطق عقلاني، تفكر بأنانية يعني صارخة، وهو هي الآن معنية بتثبيت الانفصال لكن بقية اليمن إلى الجحيم. والمشكلة أن هذا الأمر يتم في ظل تدخل التحالف، ولولا هذا التحالف لما تسنى للقوى هذه أن تصل إلى أهدافها بهذه السرعة، أن تتسلح ثم تقف في وجه سلطة ضعيفة بكفالة التحالف العربي وتدعي أنها حققت منجزات في سبيل تحقيق أهداف الانفصال عن الدولة اليمنية. هذا أمر لا يمكن القبول به. عندما نقول أنه الذهاب إلى الانفصال في هذه المرحلة كارثي وغير مقبول وانتهازي ولا يعبر عن تقدير لمصلحة بقية مكونات الشعب اليمني، فنحن محقين في ذلك. يعني الدولة اليمنية عندما تستعيد يعني سيادتها، وعندما يخلص اليمنيون أو ينتهي اليمنيون من مواجهة التحدي الوجودي الذي يتمثل في انقلاب إمامي لا يؤمن لا بالديمقراطية ولا بالتشاركية ولا بالتعددية ولن يهدأ هذا الانقلاب الإمامي، لن تبقى منطقة في اليمن في معزل عن طموحاته السياسية. وبالتالي لا يمكن الحديث عن مطالب سياسية أيا كانت هذه المطالب السياسية بما فيها مطلب الانفصال إلا في ظل تكافؤ الفرص، في ظل دولة مستقرة. في هذه الحالة يمكن النظر إلى هذا المكون الاجتماعي من الشعب اليمني، إلى مطالبه ما إذا كانت عادلة، ثم هل هو مستعد وجاهز فعلا في أن يحصل على حقه في الانفصال. هذا الأمر يمكن بحثه لكن في ظروف أفضل من هذه. لذلك السعودية اليوم والإمارات التي تسببت في كل ما يمر به اليمن اليوم تتحمل المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية التي يواجهها الشعب اليمني: تشرد، جوع، موت يومي، تفكك اجتماعي، انقسام حاد، يعني وصفة كارثية لأكثر من عقد خلال المرحلة المقبلة. ونقول للمملكة العربية السعودية التي تعتقد أن الحصول على أمنها واستقرارها يمكن أن يتحقق من خلال يمن مشتعل أو مضطرب أو متصارع بين مكوناته، أو يعني عندما يذهب هؤلاء إلى تأسيس منطقة الانفصال لكي يضمنوا يمنا متصارعا على أساس الهوية الجهوية والجغرافية على مدى العقود الماضية، هؤلاء الناس لا يمكن أن يحققوا استقرارهم من خلال يمن مضطرب. لهذا السعودية تتحمل المسؤولية السياسية والعسكرية والأمنية والأخلاقية عن هذا التدهور الذي يحصل اليوم، عن الانقلابات التي تتوالد كل يوم، عن منطقة الانفصال الذي يتكرس بقوة السلاح الذي يأتي من التحالف وبإمكانية الدولة اليمنية، مسؤولة أيضا عن هذا الانهيار الاقتصادي الذي يواجهه الشعب اليمني بسبب التحالف أيضا، مسؤولة أيضا عن توقف العمليات العسكرية التي كان ينبغي أن تتجه لمقاتلة الحوثيين ولكنها لم تفعل. ثم يأتي المحسوبون على المجلس الانتقالي ويقولون إن الأسلحة الثقيلة التي بحوزة السلطة الشرعية تستخدم لمحاربة الجنوب، أين ومتى استخدم هذا السلاح من أجل محاربة الجنوب؟ لم يحدث هذا إلا عندما تحرك الجنوب في سياق غير أخلاقي ووجه السلاح الإماراتي في وجه السلطة الشرعية، السلطة الشرعية التي تمثل اليمن جميعا، السلطة الشرعية برموزها الجنوبية، رموزها الجنوبية لا يمكن الادعاء بأنها أصبحت تحت تأثير حزب بعينه، حزب الإصلاح أو غيره من الأحزاب. هذه أكذوبة يسوقها الإعلام الإماراتي ويسوقها الإعلام السعودي والإعلام الانفصالي ثم يصدق هذه الكذبة. أي إصلاح هذا الذي يمكنه أن يسيطر على الدولة أو يهيمن على الدولة أو يؤثر في مسار الدولة؟ الإصلاح الذي يتحدثون عنه هو حزب يتبعه الملايين من الشباب اليمني. صادف أن هؤلاء الشباب هذه المرة وهذا الحزب هذه المرة متسق بشكل كامل مع المشروع الوطني، ولهذا عندما نبدي مشاعر طيبة تجاه الإصلاح فلأنه متمسك بالمشروع الوطني ولأنه الحامل السياسي ذي المصداقية اليوم الذي يتبنى المشروع الوطني ويدافع من أجل المشروع الوطني ويقاتل من أجل المشروع الوطني. فالتضحيات التي يقدمها شباب الإصلاح لا يمكن أن نتنكر لها ولا يمكن أن نشيطنها ولا يمكن أن نتغلب عليها من خلال هذا المنطق الذي لا يستند إلى أي حقائق أو وقائع على الأرض. نعم أستاذ صلاح، لو سألتك عن مدى التجاوب من طرف المجلس الانتقالي مع الإجراءات التي بدأت بها اللجنة السعودية. في البداية دعني أتحدث
عن الذي يقول بأن المجلس الانتقالي هو ربيب الإمارات وهو صنيعة الإمارات، وكأن المجلس الانتقالي لم يأتي أصلا من رحم ثورة شعبية، ثورة جماهيرية قامت منذ عدة سنوات، منذ عقد ونيف من الزمن. وعندما يتحدث بأن السلاح هذا هو هبة من الإمارات، ولا يتحدث عن أن هناك كانت قبل تشكيل المجلس الانتقالي هناك مقاومة اسمها المقاومة الجنوبية. من الذي شد عضد هذه الشرعية في بداية هذه الحرب؟ ألم تكن المقاومة الجنوبية التي هي اليوم تتمثل بالمجلس الانتقالي وبالألوية بالحزام لهذا؟ قيادات هذه المقاومة أين هم يعني حاليا؟ أبداً أبداً المقاومة الجنوبية بالمنطق المجلس الانتقالي لم تساند الشرعية مطلقاً. لا، ليس بالضرورة أن يكون الكل موجود بالمجلس الانتقالي ولا بالحزام الأمني ولا بهذه النخب. نعرف أنه بعد الحرب حصل هناك عملية استقطاب شاملة. نعم، لكن اسمح لي استاذ صلاح، يعني أنتم تتحدثون بمنطقة المجلس الانتقالي بأنه هو التشكيلة الوحيدة في الجنوب. هناك من يخالفكم عمليا وهم من الجنوب، وهم من قاد الحراك من 2007 الذي تتحدث عنه. الانتقالي لم يظهر إلا منذ أن تم عزل عيدروس وشلال، يعني لم يكن وليد ثورة كما تتحدث، وإنما وليد يعني حنق كما يقال. لا أعتقد حتى المجلس الانتقالي بنفسه بأنه يقوله. اسمح لي، لا أعتقد أن حتى المجلس الانتقالي وقياداته يزعمون بأنهم هما الممثلون الوحيدين والكاملين عن الشعب في الجنوب على الإطلاق. لا ننكر على الإطلاق، ولا ينكر أكبر خصم المجلس الانتقالي بأن ينكر حقيقة بأن المجلس الانتقالي هو الأكثر تنظيماً والأكثر حضوراً والأكثر انتشاراً عسكرياً وجماهيرياً وشعبياً وتنظيمياً، وبالتالي يكون هو أكثر القوى التي تكون على عاتقها تحمل مسؤولية الانتصار للقضية الجنوبية. أما الأسطوانة المكررة بأن الإمارات هي التي صنعتها، وأن الإمارات وأن الإمارات، وكأن لا توجد هناك قضية جنوبية سياسية وطنية منذ سنوات، ولا توجد هناك مقاومة جنوبية امتلكت السلاح وقاومت، ولا تمتلك ولا يتحدثون عن أن هناك قضية أساسا ولدت من وضع فشل مشروع وحدوي تم القضاء عليه في 94. فالذي يتحدث عنه الأخ ياسين بأن على المجلس الانتقالي وعلى الجنوبني أن يتوقفوا هذه الفترة وأن يعملوا كذا وأن يعملوا كذا وأن يرفعوا سقفهم وأن يوطوا سقفهم، بأي منطق أن يكون الطرف الآخر الذي صنع لهم مشكلة أن هو الذي يضبط إيقاعهم وهو الذي يحدد لهم كيف ومتى وأين يتحدثون وكيف يوجهون خطاباتهم؟ هناك تم تجاهل القضية الجنوبية، تم تجاهل القضية الجنوبية، وما يتم اليوم ما هو إلا عبارة عن نتاج وعن إفرازات لهذا التجاهل الذي كان طيلة السنوات الماضية، وسيظل يتدحرج ككرة ثلج كبيرة إن تم نفس النهج يتعاطى معه مع الطرف من قبل الأطراف الأخرى في الشمال. للأسف الشديد يعني أن حتى النخب الشمالية التي كنا نعول عليها بأن تكون صاحبة إنصاف وأن لا تلوي عنق الحقيقة تعمل اليوم على لي هذا الحقيقة ولي عنقها بشدة، وتبني خطاب ديماغوجي، تبني خطاب مغالط. للأسف الشديد هناك قضية جنوبية يجب أن ينظر إليها على أنها موجودة، وعلى أن لا يمكن فرض مشاريع سياسية عنوة على هذه القضية، وأن لا يتم مصادرة سلاحها أو الإجهاز على هذه السلاحها ونزع أنيابها وأظافرها في وقت لا تزال التسوية السياسية ولا تزال القضية الجنوبية مغيبة تماما عن الحل السياسي والحل الوطني. نعم، إذن أستاذ صلاح لم تجبني عن سؤالي، سأعود إليك للإجابة عليه بعد أن أستضيف. اسمحي لي فيما يخص. نعم، سأعود إليك أستاذ صلاح. نعم، هنا خطأ. الطرف الجنوبي اتخذ كثير من الخطوات فيما يتعلق بالانسحابات. حصل هناك انسحابات في أبيان وحتى في شبوة، وعادت لا أقول أن جميع تموضعت القوات إلى ما قبل الأحداث الأخيرة، ولكن حصل هناك انسحابات من الطرفين ومن المجلس الانتقالي بشكل إلى حد الآن يبدو بأنه مضيا. ونعتقد بأن الأمور إن مضت بهذا الشكل ستفضي إلى ما هو أفضل. نعم، وهذا بالتأكيد ما نتمناه. ابقى معنا أستاذ صلاح. ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري من الرياض. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. أسعد الله مساءكم ومساء أضيفكم الكرام ومساء المشاهدين جميعا.
أهلا بك أستاذ عبد العزيز، من أي زاوية تنظر لخطوة جرد وجمع السلاح في عدن؟ هذه هي إحدى البنود المهمة جدا يعني لتطبيق اتفاق الرياض. الاتفاق هو ذكر يعني جمع جميع الأسلحة وعرفها بأنها الدبابات والمدفعية والكاتيوشا والهاونات الثقيلة والصواريخ الحرارية والأطقم المسلحة بعيار ثقيلة ومتوسطة. فبداية تجميع هذا الأسلحة الثقيلة حتى في ظل الظروف للدول المستقرة، هذا السلاح لا يتواجد داخل المدن في أي دولة من دول العالم، هذا السلاح يكون خارج المدن. فهذه خطوة إيجابية نحو تطبيق اتفاق الرياض. عودة يعني إلى ما قاله الأخ صلاح الصقلدي، أنا أضم صوتي إلى صوته. المعركة والجبهة الوحيدة التي تشتغل الآن في الجمهورية والتي تقاتل الحوثي في الجمهورية هي جبهة الضالع بشقيها، الضالع الشمالي والضالع الجنوبية، يعني باتجاه مريس وباتجاه المنطقة الغربية من الضالع. فمن الطبيعي أن تكون الأسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي أن تتواجد في هذه الجبهة، لكن هل هي الأسلحة كاملة أم لا؟ السيد أيدروس الزبيدي يعني في بعد أحداث أغسطس قال أنه وجد سلاح في المعسكر التابع للشرعية ما يمكن له أن يحارب الحوثي لأكثر من عام دون حاجة إلى التحالف. أمس يقول أن هذه الأسلحة نقلت إلى الضالع. البيان هل تستطيع الشرعية أن تثبت ما هي الأسلحة الثقيلة التي كانت لديها وهل هي فعلا متواجدة في جبهة الضالع أم نقلت إلى مناطق أخرى لا تشهد أي صراع؟ إذا كانت نقلت إلى جبهة الضالع وهي جبهة مشتعلة وهي الجبهة الوحيدة المشتعلة حاليا وهي الجبهة الوحيدة التي تقاتل الحوثي في الوقت الحاضر، فهي خطوة إيجابية من المجلس الانتقالي ونحن نحييهم على هذه الخطوة. أما إذا كانت نقلت إلى مناطق لا تشهد أي معارك أو تم تقبيتها فهذا شيء آخر. نعم، كيف يمكن إثبات ذلك؟ هل فعلا الشرعية قادرة أن تحدد ما الذي كان لديها، وهل يمكن عمليا بهذه الخطوات عملية الجرد والجمع أن يتم إثبات أين ذهبت هذه الأسلحة؟ هذا يعود على الشرعية ومدى دقتها ومدى المصفوفة التي تستطيع أن تقدمها للجنة جمع الأسلحة. لكن أنا أقول بشكل عام طالما أن هناك جبهة وهي الجبهة الوحيدة التي يقاتل فيها المجلس الانتقالي وبعض القوات من محافظة إب سابقا أو ضالع الشمال إذا جاز التعبير، فلا فيمكن يعني قبول عذر المجلس الانتقالي طالما أن بقية الجبهات يعني واقفة. أيضا هناك جزء من السلاح تم نقله إلى يافع، وهناك حصلت قبل أحداث 28 أغسطس أن الحوثي اقترب من منطقة الحد في يافع، وللأمانة أن قوات المجلس الانتقالي أو قوات العمالقة تحديدا قد تقدمت إلى مديرية الزاهر وساندت مقاومة الزاهر في البيضاء. العبرة ليس أن المجلس الانتقالي خبأها أو نقلها، العبرة عدم وجودها في عدن فقط، لأنه نص الاتفاق على إخراج السلاح من عدن. فطالما أنها خرجت فهذه خطوة إيجابية بغض النظر إلى أن نقلها الانتقالي، لكن أنا الانتقالي هو الوحيد حاليا الذي يجابه الحوثي، ما فيش أحد بيقاتل الحوثي. جبهات الجوف، جبهات نهم، جبهات صرواح، جبهات الساحل الغربي، جميع الجبهات متوقفة ومتفرجة، الجبهة الوحيدة اللي مشتعلة جبهة الضالع. فبالتالي من حق المجلس الانتقالي أن ينقل هذه القوات إلى أو هذه الأسلحة إلى هذه المناطق. نعم. حتى لو لم ينقلها إلى هذه المناطق، المهم هو إخراجها من عدن. نعم. نعم، إذا ابقى معنا أستاذ عبد العزيز، أعود إليك. أستاذ ياسين، يعني استمعت لحديث الأستاذ عبد العزيز، ما إذا كانت هذه الأسلحة فعلا ذهبت إلى الضالع وهي عمليا الجبهة الوحيدة المشتعلة مع الحوثي فهي خطوة جيدة، لما إذن يعني هناك شعور بالقلق من هذه الخطوة؟ هل الشرعية قادرة على تحديد ما هي القطع التي كانت لديها؟ الأخ عبد العزيز، واضح هو طبعا يتساءل ما إذا كانت ذهبت الأسلحة إلى هناك أم لا، لأنه يستند أيضا إلى تصريح أيدروس الزبيدي الذي قال أنه ورث عن السلطة الشرعية أسلحة يمكن أن يحارب بها الحوثيين 12 شهرا بدون دعم التحالف. طبعا في تلك الفترة كان أيدروس الزبيدي يريد أن يقول أن الشرعية كان لديها أسلحة كثيرة لكن بدل أن تقاتل الحوثيين هي تقاتل الجنوبيين، وكان يكذب في تلك المرحلة.
اليوم. لكن أنا لا أتفق مع عبد العزيز الهداشي بأن جبهة الضالع مشتعلة، لأن هؤلاء عندهم رغبة في القتال بينما غيرهم تخلوا عن الرغبة في القتال. الجبهة مشتعلة لعدة أسباب. أولاً، هناك رغبة في استنزاف وإنهاق قوى المساندة للمشروع الوطني على تخوم الضالع. فالمعركة التي تدور في الضالع هي المعركة التي اليوم تعيد تعيين الحدود الشطرية. ورأينا كيف عملت الإمارات والانتقال على الانسحاب من الحشا وخذلان جبهة الحشا وخذلان جبهة دمت عندما تقدمت قوات الحرس الجمهوري التابعة لعلي عبد الله صالح ومعها الحوثيون، ثم انسحبوا المقاتلين. الإمارات أوعزت للمقاتلين السلفيين الذين كانوا يوفروا تغطية للمقاومة الوطنية في تلك الفترة، انسحبوا فجأة فتركت المقاومة مكشوفة، ثم قتل منها الكثير. ثم خرج عدرس الزبيدي واتهم الإصلاح بأنه هو من انسحب من هذه الجبهة وكان يكذب في تلك المرحلة. إذن الجبهة المشتعلة في الضالع هي جبهة ليس لها علاقة بالمشروع الوطني بقدر ما لها علاقة بإعادة تعيين الحدود الشطرية، وحتى لا يتقدم الحوثيون باتجاه الضالع يجب توصيفها ووضعها في هذا الإطار. أنا كنت أرغب في تعليق على ما جاء على لسان الأخ صلاح الصقلدي، دائما يتحدثون على أن الحكومة الشرعية طرف والجنوبيون طرف. نحن نقول اليمنيون تعاملوا مع الإخوة في الجنوب بثقة كاملة، ففوضوهم في حكم البلاد وسلموهم مقدرات الدولة. لكن الذي حدث أن الجنوبيين غادروا وطعنوا يعني الشعب اليمني في الخاصرة، غادروهم على أعلى المستويات، يعني استقدموا الحوثيين إلى صنعاء. خرج اليمنيون في مسيرة الاصطفاف الوطني لمساندة الأخ الرئيس في تلك الفترة، لم يستجب الرئيس لتلك المسيرة وسمح للحوثيين بالوصول إلى صنعاء. اليمنيون عبروا عن نواهم الحسنة في تجاوز مرحلة علي عبد الله صالح وفترة علي عبد الله صالح الذي كان له مشروع سلطة عائلية وكان يظلم الجميع بما فيهم الجنوبيون. قرر اليمنيون أن يعوضوا الجنوبيين عن مظلمتهم فيسلموهم الدولة كاملة. ما الذي حدث؟ اليوم الذي يتفاوض في الرياض حول الاتفاق الرياض وحول ستوكهولم كله جنوبي، في جنوبي في جنوبي، الرئيس جنوبي، العسكري جنوبي، وزير الخارجية. دعني أنقل هذه الملاحظة للأستاذ صلاح. ما رأيك أستاذ صلاح بمطرح الأستاذ ياسين في مسألة أن تم تسليم يعني الإخوة في الجنوب مقدرات الدولة بأكملها؟ من يحكم البلاد جنوبي؟ العديد من الوزراء جنوبيين، الكثير من رؤساء اللجان في أثناء المناقشات من الجنوب، يعني هناك نية صافية تجاه الجنوب لا تقابل بالمثل. ليس المعيار أن هذا جنوبي أو هذا شمالي، المعيار هو هذا الجنوبي ما هو المشروع الذي يتبناه. هل يتبنى مشروع انتصار القضية الجنوبية وعادة الجنوب وعادة التوازن للأوضاع إلى ما قبل 94 أو إلى ما قبل 90 حتى؟ فهناك كثير من الجنوبيين نعرف أنهم أشد خصومة للقضية الجنوبية لماذا سيكون من الجنوبيين ألا يعيشون نفس المظلمة؟ أما دعيني اسمحي لي لو سمحت. الأخ ياسين يتحدث بأن جبهة الضالع ليس لها أي أهداف إلا بأنها لترسم حدود سياسية وأن لها نوايا خبيثة وما إلى ذلك. لماذا لا تعمل الشرعية بأن تدفع بقواتها في الضالع إلى عمق إب أو حتى إلى ذمر وتنهي مسألة الحدود الشطرية الذي يتحدث عنها؟ ثم قل لي كيف يفهم هذا الكلام بأن الجنوبيين، وكنت أتمنى على الجنوبيين فعلا أن يفكر، اسمحي لو سمحت، كنت أتمنى على المجلس الانتقالي أن يفكر تفكير الذي فكره الأخ ياسين بأن يكونوا على الخط الحدود الشطري حتى تأخذ القضية الجنوبية مدلول سياسي. لكن هذا للأسف لم يحصل من قبل هذا المجلس الانتقالي، والدليل هو أن كثير من القيادات الجنوبية وكثير من الألوية والوحدات العسكرية الجنوبية ذهبت إلى عمق إلى تخوم مدينة الحديدة. هل مدينة الحديدة حدود شطرية؟ لا على الإطلاق. نعود ونقول بأن الحديث عن نزع السلاح والتخلي عن السلاح العسكري في ظل غياب حل سياسي هو نعم. هناك العديد من الأسئلة تثار حول الساحة الغربي أستاذ صلاح وأطماع الإمارات. اسمحي لي أضيف نعم في دقيقة لو سمحت. ونقول نعم بأن
أوكي اسمحي لي ونعود ونقول بأن الحديث عن الحل العسكري ونزع السلاح هو كمن يضع العربة قبل الحصان، فالحل السياسي إن وجد حل سياسي هناك، إن وجد تسوية سياسية عادلة سيكون هناك حل عسكري تلقائيا وسيتم التخلص من هذا الخوف ومن هذا الروع الذي يتملك كل طرف من القوة التي يمتلكها الطرف الآخر. لكن الغياب الحل السياسي ومحاولة فرض مشاريع سياسية هي الذي توجد هذا الخوف من هذه القوة العسكرية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي صلاح الصقلدي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. عودة إليك أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز، ربما يعني اعترض الأستاذ ياسين على توصيفك للمعركة في الضالع ووجد أنها معركة غير وطنية، ما تعليقك؟ للأمانة قيادة اللواء الرابع وقيادة اللواء الرابع احتياط وقيادة اللواء 83 المدفعية التي تقاتل في جبهة الضالع ومن القوة في التجمع اليمني للإصلاح، للأمانة هذا. أضف إلى ذلك أن الأخوة في الحزام الأمني بقيادة القبة شاركوا في معارك الحقب والدفاع عن دم، الذي أدى إلى سقوط الدم. هو ربما الأخ ياسين يتكلم عن معركة سقوط دمته الأول الذي قتل فيها نائب الجماعة، يعني نتكلم عن معركة دمته الأخيرة قبل حوالي التي جرت في شهر مارس العام الماضي. للأمانة لولا الحزام الأمني كانت سقطت يعني مريس كاملة، يعني تقدموا ودعموا وكنت أنا على تواصل معهم باستمرار، والكل هناك قاتل اشتراكي وحزام أمني وإصلاحي وبقية القوى الوطنية في المنطقة. هذا ما جرى في معركة دمت هو سقوط العود والحشاء القبائل التي كانت تقاتل الحوثي أو تقف في وجه الحوثي، أصابها الياس نتيجة خذلان الشرعية في حجون، فقررت يعني أن تنأى بنفسها أن لا يكون مصيرها كمصير حجون، فتقدم الحوثي وكانت المعنويات منخفضة. بالنسبة للأخ صلاح السقلدي هو بيتكلم قال ليس أي جنوبي يعني يجب أن يكون مشروع الانفصال، هذا خطأ، لأنه لو تم الانفصال فسوف يكون هناك استفتاء في ظل دولة مستقرة. الاستفتاء من حق أي جنوبي أن يختار بين البقاء في الوحدة أو الانفصال. هم الأخوة في المجلس الانتقالي أي جنوبي لا يوافقهم يعتبروا خائن، والأصح هو أن يخضع الناس لاستفتاء عام للانفصال، وليس هناك انفصال من طرف واحد. يعني يجب أن يكون يعني شاهدنا الاستفتاء في كردستان، شاهدنا الاستفتاء في مناطق برشلونة على سبيل المثال، ولا في إجماع شعبي على الانفصال. الانفصال لا يتم إلا بتوافق بين الطرفين كما حصل بين أريتريا وأثيوبيا. نعم. إذن شكرا جزيلا لك عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أستاذ ياسين، هل يمكن القول بأن الشرعية لا تزال بيدها أوراق يمكن أن تستخدمها للحفاظ ولو على الحد الأدنى من سيادتها وصلاحياتها؟ الشرعية لديها الكثير من الأوراق التي يمكن أن تستخدمها من أجل استعادة زمام المبادرة. السلطة الشرعية هي صاحبة الولاية الشرعية في التحكم بمقدرات هذا الشعب اليمني وفي تقرير مصيره، لديها خيارات عديدة، لكن للأسف الشديد هذه الشرعية اليوم تحرق هذه الأوراق من خلال التسليم المطلق لإرادة التحالف الذي أظهر نوايا سيئة تجاه اليمن وتجاه مستقبل اليمن. لا يمكن للرئيس يعني يقيم في الرياض ولديه خيار أن يعود إلى البلد بأي شكل كان، إما إلى عدن أو إلى أي مدينة أخرى. لا يمكن له وهو في الرياض محاصر في إسكان فندقي أن يستخدم أوراقه، ومع ذلك يستطيع أن يستخدم هذه الأوراق. لكن مطلوب من الرئاسة والسلطة الشرعية أولا أن تعبر عن إرادتها في الاستقلال، في التحرر من قيد الإقامة الجبرية المفروض عليها، هذا الارتهان للقرار السعودي والإماراتي، وأن تتوقف أيضا عن خذلان القادة السياسيين الشجعان من أمثال الميسري، من أمثال صالح الجبواني، الذين قرروا الذهاب قدما دفاعا عن مشروعهم الوطني، دفاعا عن دولتهم، دفاعا عن استقلال الدولة اليمنية، لتأتي هذه السلطة الشرعية وحكومتها المتخاذلة وتصدر بيانات تظهرهم كما لو كانوا يغردوا خارج السرب، بينما هؤلاء الوزراء هم الوحيدون الذين يعبرون بشكل
يعني متطابق جدا مع إرادة الشعب اليمني، بينما السلطة الشرعية هي التي تخذل الشعب اليمني. لا يمكن أن أصف الوزير صالح الجبواني بأنه يغرد خارج السرب أو أنه يخون دولته أو أنه يعقد صفقات مع الخارج، ثم في المقابل يكون لدي يقين بأن الحكومة الحالية والرئيس المتواجدين في الرياض أو رهن القرار الإماراتي بأنهم هم الوطنيون وهم من يحرصون على الدولة. لا شك أن السلطة الشرعية هذه بإمكانها أن تستخدم هذه الأوراق وبإمكانها أن تعيد تصحيح مسار الأزمة والحرب في اليمن في الاتجاه الصحيح، لكن للأسف الشديد هي تفرط بكل الفرص المتاحة والموجودة لديها. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.